أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة أمرا بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. يأتي أمر العاهل البحريني استكمالا لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد. معنا عبر الهاتف من المنام الكاتبة الصحفية سوسن الشاعر. سيدة سوسن، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. يعني أولا تعليقك على هذا الأمر من العاهل البحريني وما هي دلالته؟ بس قبل تعليقي أحب أهني المملكة العربية السعودية قائدا وشعبا على العملية التي انتهت بسلام، حفظ الله المملكة دائما في أمن وأمان، وهذا يدل على يقظة رجال الأمن وحسهم الأمني الآلي ومهاراتهم كذلك. الآن تعقيبا على سؤالك بخصوص تثبيت الجنسية على 5 محكوم، هذا الأمر حصل الآن بسبب أنه هناك تفاوت في الجرائم التي ارتكبت من قبل هؤلاء، تم إسقاط الجنسية عنهم بحكم قضائي تبع لقانون الإرهاب. فجلالة الملك حفظه الله رأى أن يعاد تقييم هذا التفاوت في الأعمال الإرهابية اللي ارتكبوها. لا يعني القاضي التزم بالقانون بأن من يسقط عنه، من يتهم بالإرهاب تسقط عنه الجنسية، ولكن هناك بما أن هناك تفاوت فالبعض الذي كان محكوم بسنتين أو بسنة، هذين ربما يعاد النظر في الحكم مرة أخرى، ولكن ستثبت الأحكام الجنائية الأخرى التي صدرت بحقهم إن كان حبسا أو سجن أو غير ذلك. طيب الآن حسب البيان هذا أن ملك البحرين أصدر توجيهات الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية وفي سبيل استكمال الإجراءات يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، ماذا يعني ذلك أيضا؟ بالضبط، لأن هناك بعض التفاوت في الأحكام وفي الأعمال الإرهابية التي تم ارتكابها. بعضهم كان يعني عمل شارك في عمل إرهابي، ولكن مشاركته ترتب عليها مثلا حكم بسجن سنتين أو سنة، وهناك من قام بتفجير وقتل ويعني كان عمل إرهابي ترتب عليه حكم مثلا بسجن مؤبد. فإسقاط الجنسية عن الاثنين يعاد النظر فيه مرة أخرى. ستثبت الأحكام الجنائية، من حكم بالمؤبد سيبقى الحكم كما هو، وإن كانت الأحكام نهائية ستثبت، وإن كان هناك في استئناف أو تمييز سيستمر في تقاضي. ولكن بالنسبة لإسقاط الجنسية سيعاد النظر للتقييم في هذا التفاوت بين الأعمال الإرهابية، من كان في حكم إرهابي عمل إرهابي يعني محدود مشاركة فقط، ربما يعاد النظر في عملية إسقاط الجنسية ويحتفظ فيها إلى أن ينهي مدتها. شكرا جزيلا لك، عبر الهاتف من المنام الكاتبة الصحفية سوسن الشاعر.